ضيفنا الليلة هو ضيف من الزمن الجميل، زمن الانتماء للفانيلا، زمن القيم والأخلاقيات العالية، زمن حب النادي والعطاء دون انتظار مقابل. نجمنا الليلة هو واحد من نجوم غزل المحلة، واحد من فريق الفلاحين القوي، هو الكابتن عمر عبد الله، أحد مواهب كرة القدم الجميلة. هو هداف من طراز خاص، رمز كبير وشامخ في قلعة الفلاحين، واحد من اللاعبين القلائل الذين أخذوا الدوري بعيداً عن الأهلي والزمالك. عمر عبد الله وجيله كانوا فريقاً لا يشق له غبار، فريق يقدر على مواجهة الأهلي والزمالك بمنتهى القوة ويتغلب عليهما. فاز بالدوري ولعب في نهائي أفريقيا أبطال الدوري، وكان له صولات وجولات مع منتخب مصر. تفاصيل وحكايات مثيرة جداً في مشوار عمر عبد الله الجناح الطائر نجم المحلة سنسمعها ونشاهدها لأول مرة مع المجري. خلونا نرحب بنجم الفلاحين الكابتن عمر عبد الله على شاشة الأهلي. أهلا بك كابتن عمر عبد الله.